خالد المزيني مدير فريق كرة القدم الشاطئية بنادي صحم، أهلا وسهلا بكم، بارك عليك الشهر الفضيل. خالد، ممكن تطلعنا على اطلاع على استعدادات فريق صحم للبطولة السوين الشاطئية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أمسي عليكم والله يبارك عليكم الشهر الكريم هذا. طبعا بطولة السوين هي أول بطولة. طبعا احنا عملنا دورة داخلية للفرق الأهلية في صحم، لكن نختار فيها لاعبين، واخترنا تقريبا 20 لاعب. لحد الآن احنا تمرنا معهم وشفناهم، تجمعنا أكثر تجمع، صفيناهم لحد الآن 16 حسب القانون اللي واصلنا من الاتحاد. وطبعا هذا 16 حسب قانون الاتحاد لازم قبل البطولة يكونوا معنا 10 لاعبين، لازم نصفيهم 10 لاعبين، لأن مطلوب 10 لاعبين فقط هم اللي يكونوا موجودين في البطولة. طبعا ان شاء الله خلال هالايام في تجمعات ثانيه بتكون في رمضان، وخلالها نلعب اكثر عن مباراه، تولى مباراه مع فريق الشباب وفريق السويق وفريق الخابوره، وان شاء الله ان الشباب يعني طامحين، واحنا طامحين ان شاء الله ان نحوز البطوله. يعني احنا رايحين ليس مشاركين، وانما رايحين ان شاء الله منافسه على البطوله. وطبعا في مجموعتنا هم فريق مسقط فريق النهضه، وان شاء الله نصعد من خلال هذه المجموعه، يكون ان شاء الله في مقدمه الفرق، وان شاء الله نوعد الجمهور ان شاء الله صح، ان شاء الله فريق الشواطئ راح يكون له كلمته ان شاء الله داخل هذه البطوله.